لاباس عليك، كلشي الحمد لله بخير. شي داير كلشي عمر بخير. مزيانة صحيحة. كيفاش واعد القصة بن ديالك حسن مع كيفين وصلت القصة ديالك مع هذيك اللي سميتها المدام ندى حسي. المدام ديالك ندى حسي؟ Il est 23h05. Vous n'avez aucune nouvelle notification pour le moment. خويا كذاب من الدرجة واحد، مشى لواحد المنبر ديال شوف تي في عاوتاني، وبدا كيهضر عليا وقال لا أكاذيب. ما تقولش ما طلعش لك داك الانترفيو. لا اليوم كنت مشغول ما شفتوش. ماشي مشكل، والله حرام كذاب اصاحبي. قال لك اسيدي انا مشيت لعنده وقلت ليه عافاك زيد نديرو الكومبا باش نديرو البوس، وانا عندي الاوديوات ديالو هو كيقول بحد ذاته نزار اجي عندي باش نديرو البوس. والله تنسمعك بالله بلاتي. لك زيد شفتي اخويا سمعنا سمعنا. الشهودين مو بدر، الشهودين مو شو خلي التليفون اطلق. انا مساط يعني تسنى جيب غير الطابليت. تسنى تسنى طمعي طمعي. انتم الخوت المهم باش يمشي كيمشي. اش مشى قال لكم؟ قال لكم انا مشيت قلت ليه اجي نديروا الكومبا باش نديروا البوز. سمعوا انا راه قلت للملول الا كان كيجيب لي راسه انه كيكذب وانا زيزون ما غندافعش على راسي فراه غلط. بلاتي نزار سبيتي بلاتي بلاتي. انتم سمعوا اليوم الشوا، اليوم الشوا بدر حقاش هو اللي ظلمني. كل مره كنبقى ساكت 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 ساكت، ولكن السيد ملي كيكذب عليا عين البين. واش ما ندافعش على راسي يا بدر؟ قول لي واش ما ندافعش على راسي؟ دافع على من حقي ندافع على راسي. راسي انا كنقرا في وجه الله كنقول يا ودي ما نشوش يا ودي ما نشوش، ولكن السيد تغاصب. ممكن تمشي شي بلاصه اللي فيها الريزور. ما بقيتش كتب انا صاحبي، ورا ما بقيتش كتب انا بلاتي صاحبي. بلاتي 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 انا نحل الشرجم بلاتي بلاتي انا حل الشرجم. كون غير جبتي لي المدير ديال الاتصالات ولا الوزير نعلقو في داك الشرجم ونعطيه في الحوض. ودي الله ياخذ فيهم حق دابا مزيان. بلاتي اسمع 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 بلاتي اسمع اسمع بلاتي نعاود من الاول بلاتي. اسمع ولدي الكلب كيفاش كيكذب راه هذاك راه خاص تمشي على الراس ديالو تضربو تتفرشخ ليه الجمجمه ديال عقلو. بلاتي بلاتي اسمع اسمع يلا الكونيكسيون يلا الكونيكسيون يلا الكونيكسيون يلا شوف راه هي كدور. كونيكسيون عندكم اصاحباش؟ هاد الكونيكسيون اصاحباش هادشي حارمين اصاحبي بلاتي. والله الا شوها من الطراز الرافعه يا بدر اللي غادي يسمعها غيتصدم في الملولي بلاتي. وفينا هو بعد الريزو؟ فينا هو الريزو؟ ما عندكش الريزو. اسمع 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 بغيت تكون بمعك باغي يكون با في اطار ماشي البوز الطريقه البوز على دارك سير صابر البوز درتو اش من البوز درت على دارك قول له خلينا ساكتين. المهم كيتسمى بوز كضحكاو يلا بين ليا قرب بين ليا يلا غدا جيب لي كات ماش الوقت والساعه نجيب لك لي كات نعم الوقت راه هي الساعه عرفتك دير معايا الوقت دير معايا الوقت والساعه فهمتي واش ما غاديش نكثر عليك فهمتيني غادي نخليك شويه تزرب عليا غنزرب عليك اصلا واخا ما تخلينيش نزرب عليك غنزرب عليك فهمتي نزار 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 اجي غدا نزوج بالبحر غادي نمشي ليك نضربو سبارينغ خويا ما بغي لا بوز ولا والو باغي نتحب غير ناكلك انا في الكومبا فهمتيني. بلاتي تحبس تحبس بلاتي بلاتي اسمع اسمع بدر اسمع الكذاب اصاحبي كيكذب في شوف تي في عين بين مزيان كون مشكل الكاميرا ديالك الكاميرا ديالك بلاتي شغل الكونيكسيون ديال ما هي اللي كتعطل. صافي خليها كمل لينا كمل لينا شنو واقع كمل كمل لينا سير اخويا سير شي بلاصه ولا شوف شوف تعلق في الشرج متعلق عندك شي قنبه بلاتي بلاتي والله حرام كيفاش كيكذب عين بيه وعلاش كيكذب بدر علاش واش داك خونا مشيت مشيت عفس لمو على راسو كيمشي كيكذب عليا عين بين ولكن انتم المغاربه سركم سركم علاش كدعموا واحد السيد اللي كيكذب عليكم عين بين كيكذب عليكم كيقول لكم انا كنكذب عليكم. وعباد الله كاين شي دليل اكثر من هذا اللي جالس كيمشي كيقول لك انا قلت لي عافاك الملولي الله يرحم لك بها الوالدين انا باغي ندير البوز اصير يا الكذاب. انا كنتمنى من الملولي يشوف هذا اللايف هذا ونطيل بمو القاصح شفتي يا اخي بدر ومشى قال لك اسيدي اسمع اسمع الكذاب قال لك اسيدي في وسط الرينج اشنو قلت لي قلت ليه عافاك الملولي ما رخي عليا ما تضربنيش بزاف سمعت الفيديو ولا ما سمعتيش
اصلا نعلات والله وعليك الملولي نعلات والله وعليك الملولي راك ما مربيش انت فهمتيني وني زار ولي غادي يعاود لك الطربيه علاش لانك لقيتيني زار مصاط عليك لك كيجبك الله انك غتكذب عليه نزار غادي يشتت لك العش هضر اخويا بدر سمح لي سكتك قول لي دابا كتبريباري الكومبا ولا ما كتبريباريش تمشي ماشي حوايج ديال لانطريم هادو دابا قول لي ماشي حوايج ديال لانطريم واخا بالله كنبريباري مزيان نادي حسي شنو الاخبار ديالها نادي حس غير كتجيب لها ليا سبحان الله العظيم كنطرفع هذا حسي يعني اش غادي نقول لك هادشي كامل كنديرو على ودها اي حاجه كنديرها انا في الحياه ديالي على ود نادي حسي راه هضرنا بزاف هضرنا البارحه بدر وفهمتك وفهمتيني اذا انت اكثر واحد غتفهمني يا بدر دونك يعني نادي حسي اي حاجه كنديرها شي دابا هاد الوقفه هادي اللي كنهضر فرع على قبل نادي حسي هاد العالم ديال السوشيال ميديا انا دخلت ليه على قبل نادي حسي وهادشي بحد ذاته راه انجاز لي عظيم شفتيني يعني انت قلتي لي بغيتي واحد السيده دار مع 16 عام هذه مالي انا السيده دي راه باقه في الحياه بدر باقه في الحياه وكتعذبني كنلقى الصور ديالها مصوره مع عباد الله اذا ملي ما غنغيرش اذا انا ماشي راجل ملي غادي نشوف انا المدام ديالي من هنا مستقبلا كتصور لي مع عباد الله كيفاش بغيتيني ما نغيرش كيفاش بغيتيني ما نتعذبش والله يا خويا بدر اللي كنهضر معاك منيت من كامل الحواس العقليه والجسديه كنسمعك انا راه كنخوي لك قلبي وحق الرب العلي العظيم اللي كنخوي لك قلبي انا ندى حسي اشنو كنقول ليها كنقول لها غير هاجي تزوجي بيا راه المغاربه كاملين كيتسناو الزواج ديالي بيك عرس غادي يكون اسطوري الناس كيتسناو غير نزار السميتي غادي تزوج بندى حسي وهي ما عرفت علاش ما بغاتش اشنو بغات بغات شي واحد لاباس وعليه راه انا وياك بشوي بشوي غادي نوصلوا واش انا قلت شي حاجه خيبه بدر راه الفلوس ماشي هي كلشي الفلوس الحب ماشي وتجي وحنا اللي كنديروا الفلوس ماشي ورا الخاطر هي دابا شوف البنت بحد ذاتها كتبغي واحد اللي يبغيها وتبغي ووفر لها جميع الاحتياجات ديالها غتزوج بشي واحد طالع عليه الدنيا في الراس السعودي يا سيدي كاع لاباس عليه ما غاديش يوفر لها الحنان انا سيدي غادي نكون هو داك الشخص اللي كانت كتحلم به ملي كانت صغيره تقول لي طلع نزل سيدي غنكون قنيه انا معاها ماشي مشكل وقدام الراي العام غنتحول سبع على قبل ندى حاسي واش هادشي اللي كنقولها بدر واش عيب ولا ماشي عيب انا كنقول لها شي حاجه اللي زوينه ورغم ذلك هي ما راضياش بيا عباد الله ها عباد الله غنتهر على قبل ندى حاسي وكنموت عليك ندى حاسي كنحماق عليك ندى حاسي اقسم بالله الا كنهضر كنتعصب بدر اسمح لي يا بدر حيت جهلت لا ماشي مشكل شوف عبر وخرج داكشي اللي في القلب ديالك راني عارفك كتحبها فهمتي كنبغي لواحد الدرجه ما تصورش حب جنوني يا صاحبي واش عباد الله بغيت نعيش انا حياتي عادي بحالي بحال اي أيوة الناس بغيت نعيش بحال هادو اللي كيكومونطيو دابا بغيت انا غير نكومونطي ما ندير لا فيديوهات ولا والو ولكن الحب ديالي من جهه ندى حسي كيسطيني يا بدر اقسم بالله العلي العظيم غير شي طبيب نفساني اللي حل لي الشخصيه ديالي انا بغيت الدواء بغيت فاني اللي غنتكونسونطرا انايا بحكم اني ما كندير لا بنيه حتى شي حاجه والحب ديالي من جهه ندى حسي كنولي نهضر بهذه الطريقه هذه اخويا بدر اذا اشنو هذا والسحور الحب من عبد الله ولا الله باغي ينتقم مني اشنو كتعني هذه لا اسمح لي اخويا بدر انا راه كنحترمك علاش بزاف راه فتي الحب بالله راه كون انا نقول لك واحد القضيه انا بعض المرات كنحس بمالي الدار كنحس بمالي الدار بلاتي والله جلست الله يرحم المعذب اما جلست يلا صافي خلينا نديروا اللايف الله يرحم لكم بالو والدي دابا انا كنفشر شوف خلينا نديروا اللايف الله يرحم لكم الجنوين شوف قول لي عاش الملك وتحيه للفراعنه نعم خوينا خلونا من السياسه وداكشي دابا كنهضروا على ندى حسي وبغيت نسولك اخويا نزار قدام 25000 ديال البشر سول اخويا انا كنحترمك اقسم بالله الا انت الوالدين اللي كنحترمك دابا غنسولك حاجه انت كتحب ندى حسي ولكن مشات مع الملوري الا جاب الله نعسات معاه داك النهار اللي كانت معاه واش باقي غتقبل بها ولا لا ما تخدمش سؤال صعيب هذا ولكن كيقول الحب يتحول الى التضحيه اقسم بالله العلي العظيم والله كيشوف دابا وكيتفرج الله كيتفرج فينا بدر فهمتيني اقسم بالله تنقبل بها وغنسمح لها ولكن غنتاقم من الملولي غادي نقول ليه غادي نوريه شكون نزار علاش لانه واش دار دابا بدر انت راك راجل بنعم الكلمه وراجل بحالي بحالك واش انا غادي نرضى ندور بشي وحده كتبغيها الملولي اشنو دار المغرب كامل عارف العلاقه ديالي مع ندى حسي انا كنبغيها هي ما كتهضرش معايا ولكن انا كنبغيها علاش بالضبط مشى عند ندى حسي باش يبين راسو انه واعر ولكن راه بين التبرايج ديالو ولكن اقسم بالله وحق كتابه العزيز ديال القران سبحانه وتعالى الا بقات فيه والله ما غتبقى فيه اخويا بدر
ولكن ما جاوبتينيش على السؤال، قلتي غتضحي واخا كانت نعسه معاه داك النهار اللي كانت معاه، يعني لا با ماشي مشكل، غتجي مازال كتحبها كما كتحبها قبل. وانت بلات بلات بلاتي، انت شنو قلتي لي البارح؟ شنو قلتي لي البارح؟ قلتي لي من الاولي ما كي فكرني، ما انا ما كنبغيش نخسر الهضره بهضر. قلتي لي البارح من الاولي ما كيديرش واحد الحاجه. قلت لك اختي من الاولي كانت مع واحد الدري ما غنسميهاش، وهضرات معاه في البريفي، تلاقات معاه حتى هي مشهوره ونعسات معاه، قلت لها ودي سبو صغير. اذا ندى حسيت وغدير بواحد بحال هذاك بينو وبينك؟ شوف قالت لي سبو صغير ما كيعرفش يحوي، ما كيقيمش كاع اصلا، بلا ما تخاف. شوف ولي فيه العيقه بزاف هكا كيكون داير، ولي فيه الهضره بزاف البضر، واش اللي فيه الهضره بزاف ما كيعرفش يدير بحال هكذاك. راه كلامه كله على صواب، اقسم بالله العلي العظيم. قال لي فيك فيك ترديك طاطاطوطو بحال هكذا، في وقت داك الشيء اللي حيت ملي ما كنبغيش نخسر الهضره بضر، يعني ما كيدير والو، واش فهمتيني؟ ولي فيه الكذوب بزاف، وراه كذاب وبلاتي بيني وبينك بضر. واش واحد كذاب وراه كوكا الكذوب كوكا الشكل غادي يكون على شكل الملولي، والملولي كيكذب على عباد الله عين بين وعيقو والمغاربه، وعيقو بغيتكم غير تعيقو والمغاربه. راه الملولي كذاب، راه الفرق بيني وبينه هو انني انا كنضرب واحد الطريقه عصبيه، والملولي كيضرب واحد الطريقه هدوئيه، كيتكسر وكيدير الميكرو بحال هكذا. انا راه ما كنكذبش، راه كنقول لك راه الملولي راه يحتمع عن قرب، وعرف داك السيد كيفاش داير، اكبر شيطان واكبر خبيث، ومازال الكومبا غادي تعاود بينه وبينه، والكومبا غتكون على الموت اخويا بدر الا مت المسامحه، اقسم بالله العلي العظيم. المسامحه انا سامحني، غادي نتلاقاو في الزمه بلاتي الا انا غنصني على راسي، هو غادي يصني على راسه. قتلني داخل اطار الكومبا مرحبا، قتلته داخل اطار الكومبا مرحبا، انا معروف عليه اخويا بدر ما كنخافش. الله سبحانه وتعالى انسى ما خلقش في هذيك الغريزه ديال الخوف، الخوف ما عنديش. يعني انا كنت تكون عنده الثقه في النفس، فهمتي مزيان بلا ما تكون عنده الثقه في النفس. وبعد الملوري متناقض في الكلام ديالو ملي مشى كان كيهضر في شوف تي في، اش قال لك؟ السلام عليكم، الكومبا كتبغي الثقه في النفس. ايوا سيدي ملي تحديتك انت الملوري ما كانتش هاد الثقه في النفس، ملي دخلت انا وياك وسط الريق ما كانتش الثقه في النفس. وعلاش اخويا ديك الفيديو مفبرك ما فهمتش؟ هو راه لاح غير داكشي اللي باغي يلوح، راه الكومبا ديالي بينو وبينو كيقول لك انا هربت. راه ما عرفتش اخويا بدر، الغر شي بعد مثال اللايف، دخل الكومبا وتفرج فيها مزيان وغتشوف كلشي على عينيك. قال لك انا كنهرب. قدام هاد الناس هادو كنشكرك، شرفتي ولاد اكادير، سلختي الملولي، شفتي؟ ميرسي. انا غادي عندي لك كادو، انا غادي نقول لك في بريفي عندي لك كادو قسما بالله. وشوف انا ما طمعش فيك اخويا بدر، مزيان الى بريباري دي عاوتاني، سلخو والله اذا نسلخو بالله، اقسم بالله العلي. شوف بدر شوف لي في وجهي مزيان، العروق ديالي مجمدين، فهمتيني؟ ناري مشهي الملولي، والله الا مشهي الملولي بالله. في وسط الكومبا اصلا شي الملولي، نقول واحد القضيه، لحمو بيض بحال الدريه. دابا حنا ملي كتشوف اللي ديالنا كتلقى اللحم ديالنا مكرزز، فهمتيني؟ الملولي لحمو بيض اصاحبي، داك السين مارت كيدير داك اوريفلام كيدير داك الطوماطات ديال العيالات، كيولي يدير بحال هكذاك. والسير يعني عيا ما يضرب فيا، عيا ما يسلخ فيا، ضربه هنا كيف ما قالك، انا غير كان بريباري. والسير كيضرب فيا بكاع الجهد ديالو، باغي يطيحني بالكاو، وطاح من الفوق وما بقات فيه ديك الطيحه، بقات مصروطه عليه هنا، باغي يضربني بالكاو. ورغم ذلك برضات الوالدين والحب ديالي من جهتنا تحسي، وما طيحنيش بالكاو بدر، والله ما طيحني بالكاو بالله، وقلب معايا كومبا زنقاويه. وتخيل معايا هاد القضيه هادي، يعني ملي كتستسلم، ماشي علاش استسلمت، ماشي استسلمت، هرب ليا الكتف، يعني ديك الضربه ديال الحلقه هرب ليا الكتف. اشنو قلت لي؟ اسمح لي الملولي ما غاديش نقدر نكمل معاك الكومبا، علاش؟ لان الكتف ديالي مشى ليا. السير كان ناوي يضربني بالكاو، اشنو قال لي؟ لا حق حركتي ليا ليسانس، طوموبيل غير كاريها، هذيك تخربيك الهضره ديالو، طوموبيل غير كاريها اخويا بدر. وتخيل معايا الطوموبيل غير كاريها، اشنو كيقول؟ لا حقه الواد هادي طوموبيل هادي ما حقه. اشنو قلت لي؟ قلت لي اسمح لي راه بدر هاري ملي تهرس قدام ريكو، فاشنو مشى دار؟ حبست الكومبا. هو لا، هو راه ما عندوش ديك الروح الرياضيه، غير كيبغي يتصور. فاشنو مشى دار؟ انا ديك اللقطه ملي كنحيد الليغا نورمالمون، ملي غنحيد الليغا خاص الكومبا توقف. اشنو مشى دار؟ مشى خفني ضربني هنايا، وديك اللقطه بالضبط درت ليها السينماطيك العرض الباطح، يعني بان وجهي الحلوق ديالو داروا بالعرض الباطح بحال هكذا. اذا السيد علاش بالضبط ركز ليا على هنايا؟ السيد كان ناوي انه يضربني بالكاو باش يطيحني ويشوه فيا المغاربه، ولكن الله انا والله ان شاء الله عارف القلب بالقلب، فهمتي؟ القلب ديال الله عارف القلب ديالي انايا، ما طيحنيش بالكاو والله سيدي، ما طيحني بالكاو بالله. لا انا كنحترم الكومبا ديالك وشرفتينا،
الشرف لينا نزار الشرف ديال ولاد اكادير. انا بغيت غير نهضر بحال الملوني باش يخلي الناس يتيقوني. انا ما عنديش ديك ما عنديش ديك التصاور نتصور عليكم ونكذب عليكم. انا ملي كنهضر جاعر بحال هكذا راك داكشي اللي في قلبي راه كنقولو اقسم بالله العلي العظيم. وعلاش كنهرب؟ ماشي كنهرب كنرجع للور. كنشوف الملولي باغي يطيحني بالكاو. والسيده شنو قال لي؟ قال لي نديرو غير سبارينغ خفيف. سبارينغ يعني تيستيني وتيستي. السيد تقلب عليا والسيد ولا باغي يدير معايا كومبا صاحبي. وهادشي ما اتفقناش عليه المره الاولى وهادشي اعترف به في الفيديو ديالو في الفلوق ديالو اللي ضرب ليه. نزيدك واحد القضيه اخويا بدر، قال لك انا باغي ندير البوز. واش فراس بان الفيديوهات اللي كنكون معاه هما اللي ضاربين لي في المشاهدات؟ واش فراسك ولا ما فيش فراسك؟ الناس اللي كتشاهدوا دابا الناس ديال بدر بعد ما يسالي هذا اللايف سيروا دخلوا للملولي القناه ديال الملولي وشوفوا الفيديوهات اللي كنكون فيهم انايا وشوفوا الفيديوهات ضاربين لي. وفي الاخر كنقول لك حق هذه ما تصورش عليا الملولي. انا راه نزار وما كاينش شي واحد اللي كيتصور عليه. حيت الخوف واخا كتعيان ومريض وتحددك في اطار الرينج. ولكن اخويا بدر ملي مشى لي عندنا دحاسي هذه القضيه ديال خط احمر. بدر انا غنسولك وانت جاوبني دابا على المدام ديالي. ملي غادي قرب ليها شي واحد كي غادي دير؟ ماشي غتقتلو؟ تقتلو نيشان. والسيد صافي مريح معاه في الطوموبيل وهي كتضحك ليه. علاش كتضحك ليه؟ الله اعلم. هي اصلا كتضحك على الملولي ماشي كتضحك ليه. وقالت كيضرب ليها في رجليها. اذا كيفاش بغيتيني ما نمرتش؟ اقول يا بدر كيفاش بغيتيني ما نمرتش؟ انا راه خاصني نموت. راه خاص الله يعطيني السكسه قلبيه. راه غير ملي خلاني عايش بحال هكذا راه خير من عند الله سبحانه وتعالى. اذا شنو كتعني هذه؟ قول لي شنو كتعني. لا لا صراحه انا ما عندي ما نقول. انا كلشي انت داكشي اللي قلتي راه بصح. راه واش فعيل ديال الرجال هادو ولا ماشي فعيل ديال الرجال؟ غير قول لي ملي كيمشي لي هاد البنت للمغرب من طنجة حتى للكويرة عارف العلاقه ديالي انا مع نادا حسي. يلا قول لي القضيه. واش باقي كتبغي نادا حسي؟ وراه كنموت عليها ماشي غير كنبغيها كنموت عليها. اسمح لي لغوت عليك يا بدر. انا كنحترمك راه عارفني كنحترمك. تحياتي لك. انا غير ملي كنبغي نغوت ايوه راك عزيز عليا واحد الدرجه ما تصور. شنو داك الغضب اللي عندك؟ الغضب هذاك ورا شي حاجه اكثر من الجنون. انا ما كرهتش. انا نمشي للزنقه ونعربط نبدا نعربط. وعباد الله وهذيك الملولي يعني ربحني في حاله واحده. فاش ربحني؟ نقول لك فاش ربحني. ربحني في هذه القضيه هذه. اسمح لي صلاح اخر في الشرم دابا غيشوفوك الناس غيوليو يصوروا فهمتيني؟ صاحبي ماشي علاقه غيشوفوك تصور بنادم غيوليو يصور. مع دابا وليت معروف اخويا بدر كلشي غادي يبدا يتصور ماشي مشكل. دابا ولات السيكتور العلاقه ديالي معاهم مزيانه. الملولي ملي كيقول لك انا كنخاف من هادي ولات السيكتور العلاقه ديالي معاهم مزيانه. نزيدك واحد الكذبه عاوتاني كذبها الملولي. السيد جا عندي انا درت معاه في انزكار اول مره غادي نتلاقى مع الملولي. قال لك اسيدي انا جيت لعندو تلضرم. ويلي كون جيت لعندي تلضرم والله تيحيدوا لي السروال بالله العلي العظيم. لحقاش كان دار عليا اللايف وديك الهضره اللي قال عليا حال فين هافي ولات السيكتور. وانا خوفا عليه خفت عليه. شنو قلت لي؟ قلت لي نتلاقاو في انزكان. وانزكان بيني وبين البلاصه فين ساكن 10 ديال الكيلومتر. وفي هذه الحاله هذه قال لك راه خاف. وعباد الله والله واسمعني الله اقسم بالله العلي العظيم اللي الملولي كيضحك عليكم وحق الرب العلي العظيم. الملولي انا ريحت معاه عن قرب وعرفت بانه كيكذب. وكذاب الملولي عباد الله كذاب. لحقاش هو فيتني في الله اخويا بدر فهمتيني؟ يعني مطايح سنانه في هذا الدومين كيعرف يضحك على عباد الله. انا ما كنعرفش نضحك على عباد الله. داكشي اللي كاين كنقولوا وهادشي بحد ذاته راه انجاز لي عظيم. اسمح لي يا بدر الله القاسم الى الدم ديالك كنهضر معاك. ما تجيش تسكت قلبي يا شرب الماء. وانا مشكلتي هذه السكته القلبيه ما بغاش تجيك ولا غير جا بغيت نتهنى من الحب ديال نادر حسن. وانا هذا ورا العذاب اخويا بدر راه العذاب اصاحبي. وتيق بي راه باغي نبكي ولكن انا ما كنبكيش. بكيت واحد المره علاش؟ على قبل نادر حسن. وكيقول واحد المثل عندما يبكي الرجل فاعلم انه مومه وقد فاقت الجبال. واش فهمتينا اخويا بدر؟ اذا في الحاله ها غادي ينزل دموعي. اذا هادشي بحد ذاته راه انجاز عظيم لنادا حسي. ونادا حسي انا كنقولها لك نهار غتزوجي نهار غادي ننتحر. نهار غادي ننتحر سبابي هي نادا حسي. انا كنقولها لك لانني انا كنبغيك. ولو وليت انا بهذه الحاله هذه راه انت هي سبابي. انت هي السبابي اللي خليتيني نكون داير بحال هكذا. وانا كنقولها لكم انا باغي نموت. ما حدي ما غتزوجش بنادا حسي باغي نموت. انا مجنون بحب نادا حسي. وبدر بدر بدر وي كنسمعك اخويا. شوف راه الحب دوزناه. شوف الحب دوزناه وعارف القيمه ديالو. والناس والناس ما كيقدروش هادشي. علاش قنعهم لي اخويا بدر الله يرحم لك بها الوالدين. الناس ما كيتيقوش هادشي كيتشكوا فيا كيستهزئوا بيا. راه كيسمعوك انا كيسمعوك. واش انا كرهت نعيش انا ندى حسي تحت سقف واحد ونعيش انا ويا بخير وعلى خير؟ نمشي نخدم ونخليها في الدار ونعيشوا انا ويا حتى نموت وتيموت واحد فينا؟ انا ما كرهتش.
شي اين فوا غنوصل لهذه الحاله هذه ما عمركم غتشوفوني في السوشيال ميديا. صافي نزار كان في خبر كان، ولكن انا مقاتل، انا في هذا الشيء غير باش نتلاقى مع نادى حاسي، انا كندير عده محاولات غير باش نتلاقى مع نادى حاسي. واش بدر عيرني، بغيتك تعيرني اخويا بدر، عيرني 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 باش ندير عقلي اخويا بدر العار اللي ما عيرني. اه لازم نعير هبط 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 هبط. نعم الدراري كنشكرو كنشكرو سباتي سباتي، و غادي غادي نحبس اللايف، ديروا لي فولو، غادي يجيو معنا بزاف ديال الناس، غنشوف واحد الدري بغا يطلع هنايا ونشوف واش